طيب المرحلة الثانية أو الثالثة هي تحقيق بوابة XOR باستخدام بوابة NAND. الحقيقة يا شباب يمكن تحقيق بوابة XOR باستخدام بوابة NAND عن طريق هذا المخطط. نحن هذا المخطط مستنتجينه سابقا في المحاضرات النظرية، ويمكن ببساطة أنك تشوف المداخل وخرج كل بوابة لتستنتج الخرج النهائي اللي هو A بار BB زائد A في B بار، وهي بوابة إيش؟ XOR، والتي درسناها سابقا وشفنا أنه بتعطيني خرج واحد عندما يكون المدخلين مختلفين، بينما عندما يكون المدخلان متشابهان سواء كان صفر أو واحد فخرج هذه البوابة يساوي إيش؟ الصفر. وبالنسبة لأرقام الأقطاب يا شباب اللي شايفينها، البوابة الأولى دخل الأول واحد اثنين وخرجها الرقم ثلاثة، هدول منين أنا جايبهم؟ جايبهم في الواقع من المخطط يلي درسناه في الجلسة أو في أحد الجلسات السابقة مثل ما نكون ملاحظين. البوابة الثانية أربعة خمسة خرجها ستة، لاحظوا هاي البوابة الثانية. البوابة الثالثة أيضا دخلين تسعة وعشرة، الخرج هو ثمانية. والبوابة الرابعة أيضا دخلها 12 13 خرجها 11، فقمت بتوصيلها بهذا الشكل. لاحظوا بنجي هذا بناخذ الشريحة 74 اتش سي صفرين اللي هو بوابة ناند، 74 اتش سي صفرين. باخذ هالشريحه هاي، عفوا انا عم بحكي الان بس للتصحيح، طبعا نفس الاقطاب يا جماعه، للتصحيح انا اخذ اين بوابي هي، ولكن الاقطاب نفسها، يعني البوابه الاولى هي مداخلها، البوابه الثانيه هي مداخلها، البوابه الثالثه، البوابه الرابعه. فاعتذر عن انه كنت عم اشير على هالبوابه، لا انا اخذ هي البوابه ولكن الاقطاب متشابهه تماما، يعني نفس الكلام. لاحظوا يا شباب اخذت هون سويتش اول سميته A، واخذت سويتش ثاني سميته بي مباشره. شوفوا اذا هاي السويتش الاول، هذا هو السويتش الاول. طبعا هذا السويتش لوين اخذته؟ عن نقطه واحد. اذا اخذت هون السلك هذا لوين؟ عن نقطه واحد. اخذت السويتش بي يلي اخذته عن نقطه اثنين مثل ما انكم شايفين يا شباب. اذا هذا السويتش الثاني اخذته عن نقطه اثنين. أخذت قصرة، قصرت الأربعة مع التسعة، إذا قصرت النقطة أربعة مع التسعة هي هي، أو خلينا نقول قصرت اثنين مع العشرة في البداية، إذا اثنين مع العشرة ما أخذت هالتوصيلة هي، هي اثنين مع العشرة، وأخذت الواحد مع الخمسة هي هي، قصرتهم عن طريق هذه القصرة. أو وصلت هذه التوصيلة وجيت قصرت النقطتين 4 و 9 مع بعض، إذا قصرت النقطتان 4 و 9. هاي هذا هو هاي النقطة. وجيت أخذت يا شباب وصلت الستة مع 12. إذا الستة مع مين وصلتها يا شباب؟ مع النقطة 12. الستة هاي عندي هون، ستة مع 12 هذا هو هذا السلك. وأخذت يا شباب 8 مع 13 هذا السلك. 8 مع 13. وجيت اخذت في سي سي واخذت جي ان دي مثل ما انكم شايفين. اذا اخذت يا شباب في سي سي وجي ان دي. طبعا بالنسبه للتسعه مع الاربعه حطيت هالخط المنقط، هو عباره عن سلك يعني ما في مشكله عليه. التسعه مع الاربعه هذا هو. و12 مع السته ايضا حطيت هالسلك هذا، هو معلم عليه بهذا الخط المنقط. والنقطة 11 مثل ما انكم شايفين راحت لوين؟ للليد الضوئي. المفروض انا اذا شغلت يا شباب اذا شغلت ما راح يعطيني قراءة وما راح يعطيني اضاءة، ولكن اذا ضغط احد الكباسين لازم يعطيني ايش؟ اضاءة. مثل ما انكم شايفين ضغط احد الكباسين، ضغط الثاني، لان لازم اذا ضغط الكباسين سوية ما لازم يعطيك خرج. اذا ما اعطاني. شوفوا ليش احيانا عم يعطي وميض؟ لانه احيانا ممكن انا نتيجه حركه اليد ممكن يكون ضغط احد الكباسين وماني ضغط الثاني، لكن لما بضغط اثنين سوا كما تلاحظون. شوف ها، اذا هاي شو تمثل؟ هذه بوابه XOR.